سالي وإلى مساحة مع الذاكرة. رمضان شهر الخير والبركة، وشكل عبر الزمن مساحة من الذاكرة في وجدان السوريين. محطات متنوعة منستحضرها مع خبير إدارة المواقع التراثية الباحث عبد الرزاق الحمصي. رمضان كريم، يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. كل عام بخير. أنتم من الطبقة العاملة يعني كمان. طبعا أكيد. كل عام وانت بخير. كل عمال سوريا كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. بدايه دائما للمواقع، خلينا نقول المواقع اهميتها، وخاصه اذا كان الموقع استراتيجي وحساس، خلينا نقول مثل ما بنعرف، خلينا نحن نستحضر ابرز مثلا محطات يعني هيك من المواقع او من التراث بخص شهر رمضان. صفحات رمضان عبر التاريخ كثير حلوه. نعم. يعني كان يتميز رمضان، وسبحان الله حتى الانتصارات كانت تصير صحيح برمضان. هلأ الصيام كان مفروض قبل الإسلام، حتى قبل المسيحية بالحضارة السورية كان في صيام. أكيد. حتى إبراهيم عليه السلام من 4000 سنة طلب من أتباعه الصيام. الكلدانيين كانوا يصوموا. نعم. بإبلة وماري وأوغاريت كان في صيام. نحكي بالألف الثاني والثالث قبل الميلاد. وقت إجا دين المحبة كمان صار في صيام خاص، صيام حلو. وجه الإسلام بناء على آية كريمة قوله تعالى بسورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. أما عن صفحات تاريخ برمضان، في كتير كتير في صفحات حلوة. هلأ أنا بوجداني كتير عايش شغلات، خاصة انتصار واهتمام بهتم بالتاريخ. في انتصارات كتير متميزة. عين جالوت 1260، نعم، ب 25 رمضان. وقت التقى جيش الشام وجيش مصر وهزموا المغول بعين جالوت. عين جالوت جنوب طربريا. نعم. في انتصار كمان مهم جدا، طارق بن زياد التقى بموسى بن نصير بالاندلس كمان ب 28 رمضان عام 711، عم نحكي بالميلادي. كثير معركه بدر كانت صارت برمضان، كل اهل المعارك. بس اهم معركه انا عشتها كنت يافع هي حرب تشرين. نعم. حرب تشرين يعني كانت صوره من صور المجيده، التكافل الاجتماعي حتى الفران. انا بتذكر انه لحد الان كل فرن اول يوم الحرب تقريبا 100 120 كيس طحين محطوط قدام الفرن. وبعدين الصف بالدور. برمضان حرب تشرين الجريمة صارت صفر صفر لمدة 40 يوم، صفر، خاصة شهر رمضان. يعني كان كله هي هذا رمضان تهدئة النفوس. صحيح. ايه. هلأ إثبات رمضان كمان، في صورة من إثبات رمضان كانوا عبر التاريخ بدمشق وكل المدن السورية، كان عبر المآذن يثبتوا شهر رمضان، يعني إنه شهر رمضان. بدمشق كان يعلنوا شهر رمضان عبر مأذنة العروس بالجامع الأمي. مأذنة العروس كانت هي مثل مركز إعلامي، كل الأخبار يذيعوها من الأسد تعرف. وثبوت شهر رمضان كمان يعلنوه من مأذنة العروس بالجامع الأمي. عام 1742 بدأوا يستخدموا مدفع رمضان لإثبات الشهر. كان ينطلق مدفع من القلعة، بعدين صار بجبل قاسيون، بعدين توزع على عدة حدائق. هلا في حديقة بأبو رمان بيقولوا لها حديقة المدفع. صحيح. هي كان فيها مدفع رمضان. ساحة الأشمر كان كمان في مدفع، كان تقريبا 17 ل 20 مدفع بعدين توزعوا بكل المدن السورية. لحظة إثبات الشهر هو رمضان للتسامح والمصالحة. لحظة إثبات الشهر كانت الشام تشعل. أسواق كلها تشعل. ويبقى التسوق، يصير تسوق بالليل بعد إثبات الشهر. ينطلقوا الناس على الاسواق حاملين فانوس. هلا انتم حاطين فوانيس هون، هذا الفانوس كان مليان فوانيس. مليان فوانيس وانتم فوانيس. المهم ياخذوا فانوس وينزلوا يتسوقوا. واول شغله يساووها كانوا ياخذوا اللي في خصومه مع حدا يروح يصالحه وياخذ له هديه. لانه لا يصح رمضان مع الخصومه، هيك كانت عادات. واول هديه يروح لعند امه. يعني اذا مزعل امه مزعل اهله ياخذ يتبضع. وكله هالفوانيس هي كانت مشهوره برمضان، يجهزوا الفوانيس وهي مزينه هون. احداث رمضان كثير كثير كان حلوه.
ما بعرف اذا في مجال نحكي على الراديو. تماما. بدي قبل ما نحكي على الراديو كان بدي اسالك عن اذاعه دمشق يلي كان لها دور مميز خلال شهر طبعاً. رمضان الكريم. اذاعه دمشق مع رمضان ابدعت. والدراما الاذاعيه اللي كانت برمضان كانت موسم مثل هلا الدراما التلفزيونيه. موسم رمضاني التلفزيوني. تلفزيوني بس كانت الشيء راقي يقدموه بالاذاعه الدراما الاذاعيه. يعني بذكر تيسير السعدي وصبا المحمودي صابر وصبريه اللي اسمهم فهد كعكاتي ابو فهمي ابو صياح رفيق سباعي غوار توشني ودريد لحام كلياتهم حتى المذيعين كانت في رقي باذاعه دمشق وخاصه رمضان. الخاصيه تبع رمضان كان يظهر توفيق المنجد والفرقه تبعه. كان في على السحور تقريبا قبل بساعتين من السحور كان في برنامج يطلع عن رمضان لمده ساعتين تقريبا قبل السحور بقياده توفيق المنجد. شيء مبدع. يعني انا كنت دائما بتذكر رمضان بتذكر الراديو وبتذكر السحور وبتذكر توفيق المنجد الانسان المبدع. كان توفيق المنجد وفرقته. اذاعه دمشق الرقيه اللي فيها الدراما رائع وما زال. يعني هلا انا يعني بسمع انه الاذاعه الوحيده يلي بتقدم دراما اذاعيه بالعالم صفيانه فقط اذاعه دمشق. صحيح. ودراما راقيه جدا يعني متقدمه. وكانت اذاعه دمشق هي مدرسه. مدرسه بكل معنى الكلمه بالفكر، يعني البرامج الصحيه البرامج وتقدمها بطريقه كثير عفويه ما لها نمطيه وكل يوم كان يبدعوا شيء. كل يوم بشكل يومي كل يوم بشيء، يعني كنا انا برمضان نتسمر على الراديو. واضاف برد بذكر بحرب تشرين كنا رمضان واخبار حرب تشرين اتصالات حرب تشرين من خلال الراديو واقفين كل الناس متجمعين تمر بالطريق تلاقي الناس متجمعه على الراديو. كان الراديو اذاعه دمشق هو يعني اذاعه دمشق عريقه قدمت للعالم كلياته وروجت لكثير فنانين. طبعا نحن عم نحكي برات رمضان روجت لكثير كل فنانين يشهروا بالعالم منهم طلعوا من اذاعه دمشق. يعني صباح وفيروز وعبد الحليم منهم بيعترفوا انه طلعوا من اذاعه دمشق. نعم. صفحات رمضان صفحات كلها مشرقه كلها مشرقه. وبرد برجع بركز هي الانتصارات كانت اهم شيء. وبتذكر انا كنت بالاخباريه تمام انتصار سوريا بريف دمشق سوار دمشق صحيح. اخر معركه صارت باليرموك برمضان 2018 هي انا بتذكرها تماما. يعني دائما هي مرتبطه رمضان بالخير وبال لا شك دائما التسامح والمحبه. في شغله كانت نحن دائما انا بذكر انه سوريين عيلة واحدة أكيد. آخر عشر من رمضان كانت الكنائس تقيم أفطار للمسلمين موائد أفطار. يعني وأنا حضرتها بال 77 أنا حضران بكنيسة الزيتون وحضران بكنيسة المريمية موائد أفطار بالكنائس. وشغلة كتير صارت مهمة. سوريون بأمريكا المسلمين نعم. جمعوا تبرعات بآخر عشر من رمضان 2015 لبناء كنائس وترميم كنائس. جمعوا الفطرة وتبرعوا فيها لبناء كنائس. شفتي شلون دائما نحن هي عائلة واحدة وكانت تتجسد برمضان. الإضافة لرمضان عم شوف بتذكر المؤذن. كان بيتنا قريب لمأذنة واطية هي مأذنة الحيوطية يطلع المؤذن حاطط بشكير نعم على ويتنادم هو والحارس. حلو. كان كل حي في حارس وقالوا كلوا يتنادموا مع بعض يقول له يلا أدن ما أدن وكنا نتسناه لحتى يأدن. نعم. ما ننتظر أي مصدر ثاني لنسمع منه الأذان قد ما هو ننتظر للمؤذن والمنادمة اللي تصير قبل الإفطار وقبل السحور بين المسحر وبين الحارس. نعم. هاي من صفحات الحلوة كمان. حلو كتير. يعني اليوم جاي أستاذ عبد الرزاق مثل ما شفنا مدفع رمضان
والراديو اللي هو عبر هيك عن ذكريات لإذاعة دمشق وأثير إذاعة دمشق. كنا نوجه تحية لجميع العاملين في إذاعة دمشق وأيضا المؤذن. يعني كل هذه الرموز هي نفحات إنسانية وجدانية وهي رسالة. ما رسالة هذا الشهر الكريم الفضيل؟ هي رسالة هذا الشهر هي رسالة سوريا. نعم. المحبة. هلا ما بيصح رمضان مع الخصومة. أول شيء لازم مصالحة، واللي الله توه رأيه برمضان خاصة اللي لسه حامل سلاح هلا من شمال سوريا شمال غرب سوريا شمال يرمي سلاح برمضان ويرجع لحضن الوطن، لأنه هذا الشهر الفضيل ما بيتقبل هالدم هذا. يعني سلاح حامله بتمنى أنه يخضع للمصالحة، يخضع للحق ويقبل يرجع للوطن. والرجعة هي كتير بتريحه، وخاصة هلأ بشهر رمضان المبارك. بقول لك كما كل الناس تعمل محبة ويخف الشر. نعم نعم. يخف الشر. يعني نحن لا شك المحبة مستمرة، بس أحيانا في شر، أحيانا في كلام ما منيح. هلأ نحن وقت كنا صغار إذا كنا صايمين شتمت أخي أو حكيت كلمة بذيئة اللي أمي روح افطار، لأن الصيام هو هالواجب هذا من المحبة والمصالحة وحسن الأخلاق. نرجع لأخلاق رمضان وهي موجودة، لا شك موجودة. كل ما بتصير أزمة بشوف أنا بتطلع الشيء. لذلك أنا رسالتي اليوم أنه المحبة، وتحية للجيش العربي السوري، هي أهم تحية يلي كان برمضان. وقال أنا صار لي فرصة عدة مرات فطرت برمضان مع قوات الجيش العربي السوري. نعم. عدة مرات. صح. وهذا نعم. كان من أجمل رمضانات عندي إني فطرت وأكل بسيط كان. نعم. جزمص. نعم. صحة وهنا. بدنا نتشكر وجودك لليوم الأستاذ عبد الرزاق الحمصي خبير المواقع التراثية. كنا مع حضرتك بإضاءة على طقوس رمضان ورموزها الجميلة في سوريا. أهلا وسهلا فيك. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم.